الالتزام أساس النجاح. إيش قولك؟ وإذا نقول لك، إنه الالتزام هو التزام بماذا؟ التزام بجملة من القوانين، وإنه القوانين هذه يمكن تكون خارجية ويمكن تكون داخلية. إذا نقول لك إنه الالتزام اللي يعنيه الأغلب إنه الالتزام بالقوانين الخارجية. إيش قولك؟ هل يكفي إنه ابنك ولا بنتك ولا أنت تلتزم بالقوانين الخارجية حتى تكون ناجح؟ إيش قولك؟ قولك أن نعكسه الآية، وأنه الالتزام لا يبنى على مفهوم خارجي ولكن يبنى على مفهوم داخلي. إيش قولك؟ قولك كان في مفهومك للالتزام يصبح مرتبط بالتزامك بقوانين أنت تضعها لنفسك وتختارها لنفسك وتتماشى مع نظرتك لنفسك. إيش قولك؟ إيش قولك في المعنى الجديد للالتزام؟ إيش قولك لو ننتقل من الالتزام الخارجي للالتزام الداخلي؟ إيش قولك؟ تخيل، تخيل معي، تخيل الصورة هذه محليها. تخيل كان ولدك ولا بنتك يكون عنده ضوابطه الداخلية ويعمل بتلك الضوابط اللي أنت تكون متفاهم معاه فيها واللي هي أساساً متماشى مع ضوابطك أنت. إيش قولك كان ولدك هكا ولا بنتك يعرف شو يعمل؟ قولك شنو الاثر نتاع هذا عليك انت، على مشاعرك، على احاسيسك، على طريقه تعاملك مع ابنائك؟ ايش قولك كان تستثمر انت في روحك باش تتعلم وتعرف كيفاش تغرس الضوابط الداخليه في ابنك وتتحول الى منه هو يولي يعرف بالضبط شنو يعمل؟ ايش قولك كان تتعلم والطرق والأدوات اللي تمكنك إنه الضوابط هذه تنتقل من ضوابط خارجية إلى ضوابط داخلية هو مقتنع بها؟ إيش قولك؟